أثابكم الله. مستمعة من الجزائر تقول: أنا أختكم في الله تعالى أبعث لكم هذه الأسئلة راجية أن تجيبوني عليها. في سؤالها الأول تقول: أنا أصلي لكني لا أعرف إن كانت صلاتي صحيحة أم لا، وأريد أن أعرف كيف أصلي الصلاة الصحيحة. بأن تتعلمي أحكام الصلاة، عليك بالتعلم. هناك رسائل مختصرة مطبوعة ومتداولة ولله الحمد، عليك بشرائها أو الحصول عليها وقراءتها ثم العمل بها. من ذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك في البحث عنها. وهما رسالتان في الصلاة، رسالتان في الصلاة، ابحثي عنها أو اطلبيها من يوزعونها، وفيها إن شاء الله الفائدة الكبيرة. نعم، وما أشكل عليك فاسألي عن أهل العلم. نعم، أحيانا يتعثر الحصول على هذه في بعض البقاع. لا، هي مبذولة، هي مبذولة بك، وإذا طلبت تصل إلى من طلبها على عنوانك. نعم.